السلام عليكم، ايش نحوي لكم؟ ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد ايام الناس الكل. فيديو جديد اليوم ان شاء الله يا ربي هكا يعجبكم وين رضاكم اكيد. اليوم يا سيدي الحقيقه في الدويره باش نعمل لك حاجاتك وصفات لطاولتي باش نزينها لصحابي وحبيبي اكيد. ان شاء الله يا ربي تنفعكم. وطلبتوا مني نعاود لكم روسيت رز بالفيكيا باش نعطيكم طريقه هكا بالتفصيل الممل هكا، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. طلب اكيد من المتابعين نتاعي. نبداو في الفيديو نتاعنا. سمينا بسم الله وصلينا على سيدنا الف ولا يزيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. به اول حاجه كي قمت الصباح وبديت بها سقيتك الجريده سقيتك الشجيرات المزيانات ان شاء الله يكبروا بركه كما زالوا صغيرونات. وبعد عملت سيقه الحقيقه لوسط الدار وللتراس، وبعد دخلت الدار وعملت قيوتي كما العاده والعويد. اما اول حاجه بديت بها هي صبحيه كيف عطيتهم شربت الماء محليها حتى هما يفطروا، زيد افطروا صباح. اما بطبيعه في الشتاء نقصوا شويه خاطر مش كيما في الصيف كيما في الشتاء. انا مريره نعمل الحقيقه مره ولا مرتين كهو في الجمعه. به تو باش ندخل الكوجينه نحط الكروينه نتاعي ونطيبوا الرز نتاعنا. اول حاجه باش نطيبها هي مرق الدجاج اللي حشتي به الدجاج بتبيعه من بعد باش نشويه في الفور. ما حشي بالصوص هذيا اللي باش نمرق بها من بعد الرز باش يجيك الرز نتاعك فيه حكا وعسل الدنيا. وكل مره انا نبدل فيها راي روسيت، المره هذه مختلفه شويه. به اول حاجه خذيت رويس بصل الاخضر وعملت هكايا شفتوا ثلاثه سينات ثوم باش نرميهم هكاكا معناها من غير حتى ما نقصهم، نخليهم يتقليوا شويه ونرمي عليهم الدجاج. به شوفوا باش نعطيكم هكا حاجه على حسب معناها تجربتي ديما مع الرز. اني لاحظت قد ما نخفف اللفحات قد ما يجيني الرز خفيف قويت هكا، وزدت من عندك هكا شويه فحات اخرى وكل يولي ثقيل. احنا نقولوا هكا اني الروسيت هذه عجبتني برشا، جيني خفيف محليه كاو حاسيلو. المهم لهنا يا سيدي باش نغطي عليها ونفوح من بعد الدجاجات نتاعي. بطبيعه تنجم تعمل دجاج نقولوا زداير دجاج تقصو طريفات طريفات مش لازم هكا فخوذه معناها، وتعمل نفس الطريقه اللي اني باش نعملها تو. الكروانه الثانيه اللي باش نطيب تو فيها الرز بالشعيريه ديكوردو حاسلو. لهنا باش نحط الدجاج نتاعي تو شويه فلفل اكحل شويه كركم وشوية تونة ملح. لهنا باش تردوا بالكم كان من ملح خاطر باش بعد تحطوا فوق الرز وكذا. بدا ماذا بيك ديما انقص خير من اكثر، فهمت؟ على خاطر كي يبدا زايد تولي مش باهي، انا ديما اقل خير. كي تلقاه ناقص بعد زيد شويه ونزيدوا زيد فلفل احمر ملح فلفل اكحل فلفل احمر وكركم وكسنينه ثوم هي اللي فوحته معهم ورقات ولا زوز ورقات كهورنت يا فضل فضل. بعد ما تكمل هكا تقلي الدجاج تصب لهم طريف ماء سخون تخليهم يبقبقوا كطريف الدجاج لين يطيبوا، وكل المرقه هذيك من بعد نقول لكم وقتاش نحطوه. ومن بعد نزينك الفخيذات في الفور ونحطهم ويتحمروا ونزينوا بهم من بعد الرز اكاهو. اليوم حبيت نقول لكم راهو الرز نتاعي من غير بزيد فحات وكاهو باش يجيكم خفيف واحسن للدنيا. اهي لهنا سي قريب نكمل الدجاج نتاعي ونمرق له كهو ونوريكم من بعد كيفاش باش نحضر الرز هكا هو حاسيلو. تو باش نكمل نعمل معكم زيدا تارت صغيره وبنفس العجينه باش نعمل بها باتي كيكة تنوشت من كل حاجه حاجه، ونوريكم في اخر الفيديو هديه جيتني مزيانه برشا ربي يبارك لها تنشاركها معكم في اخر الفيديو ان شاء الله. باهي باش نحط تو الراند نتاعي وكيما قلت لكم نزيدو ماء سخون ونخليوه يبقبق، وكل ماء نتاع دجاجك الدجاج باش يسيب نكهه. حقق نسيت ما قلت لكمش حاجه، الدجاج قبل ما نحطو شعملتلو حطيتو في القارص والخل اهم حاجه ماله جيك فيه وحفيه ديما حتى كان الدجاجة معني والا حتى طريفات الجد باش تحطهم اعمل عليهم عصره قارص وفتيته خل وتذكرني يجيك خفيف وبنين. اي تو لهنا نزيد الماء نتاعي وخليه الدجاج يسيبك النكهه نتاعو البنينه اللي باش نمرقوا به بعد كيما قلت لكم الرز. بخذيت المكرونه الشعيريه كيما المكرونه كجويده قولوا احنا هذيك تقصها طريفات طريفات والا تاخذ دويده كيما تحب حسيلو اللي عندك، والا مش حاجه لازمه تعمل رز عادي كيما نوريكم معناها كيفاش وطبق وكهو. حاسلو لهنا سيك ذيك باش نمرقها من بعد شويه باش نزيد لها ماء بالطبيعه على حسب الرز اللي عندي، ديما على حسب القياس اللي عندك تزيد المرق. ميساج حتى المرق كان جد معناه جاي شويه زيد ماء سخون.
بي اول حاجه عندي شويه فيك نقليها الشيعه في نقليها الشيعه في شويه شيت السنه تلكوت ولا غالب هاي بارا بيسيلش ظروف المباشر ياسي علي حاسين نعطيكم لهنا. بالنسبه الفيكة كي تقليها في الزيت طيب راهي نكهة عندها نكهة أخرى زيادة، أما قليها وبعد نحيها وخليها عاد بتبيع تتسقطر تتنحاك منها الزيت هكاية وخليها على شيرة. مادام انتي راك محضرة لهنا المكونات كل حذيك كيما البصل المقصوص باش ما نخليوش الزيت متاعنا يتحرق، ديما حط على نار هادية، حاول انك تطيب في عقلك. به خذيت رويس اخر بصل رغم اللي الصوص نتاعي فيها بصل لميني هيك اني حبيته بالبصل فهمت، وحاولوا لهنا يخليوا البصل يتكرمل شويه مع السنينه ثوم كي ولا سنتين ثوم حبيت نحط لهم، قصيتهم كي تريفات تريفات. ومن بعد حطيت هل المكرونه كجويده هكا ولا الشعيريه كيما تحبوا تسميوها، مهم حسب انت حسب رغبتك تحب تحط تحب ما تحطش مش حاجه لازمه. بتبيعها كبينة مسخنا يلزمنا نبلبزو الدنيا ملا باش يجي تطيب فاوح لازم تتبلبز الدنيا يا سيدي توا حاشتنا بك الشعيرية هذيك تولي لونها بني، اهم حاجة لهنا لونها بني. قليها 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 ومن بعد يا لالا نحطو الروز. بالنسبة للروز برشا يقولوا لي عليه ما تحطوش في الماء، تنجم تحطو في الماء كي تنحي تحطو في الماء يتنحى منه بتبيع انشاء حاجة معروفة هي باهية. هنا زدت سنة بركة ثومة وبه بالنسبه للروز تنجم تحطو كما قلت لكم معني في الماء تنجم تحطو كما اني الزوز يجيو باهين راهو على حسب تجربتي. معني الكيس اللي قست بيه باللي تحب تعمل بالقياس بالصحيح ديما كيس روز عليه زوز كيسين ماء به. اني اليوم باش نحط من مك المرقه نتاع الدجاج في وسطك الروز وباش نزيد من بعد اكيد ماء على خاطر جاتني شويه به. بالنسبه لي اني تو هكا الدجاج تو باش نشوفه طاب ولا لا ما نحطه في الفور بتبيعه كان طيب جس باش نحمره كهو ونقعد لهنا نقلي في الروز متاعي ساعة قبل كل شيء باش نزيد له شوية تونة بركة أوزر شوية تونة هكا عرمشة على خاطر صوص فيها بصحيح في حكل، اما اني هكا زدت حاجة من عندي معناها كيما نقولوا نحسها ناقصة وبر شوية كركم وشوية فلفل أكحر والملح لهنا منيش باش نحط الملح الا منصب المرقة متاعي وقتها نذوق نقول لكم ناقص ولا زايد بالعين خاطريني مسينسة وكل شيء نجني قد قد أمور واضحة أيا به لهنا نستنى شوية بركة لين يولي الروز مقلي بالباهي معك مع الزيت وكل وشرب نكهتك البصل وكسنين أثوب يا سلام سلم ونمرقوه. بتبيعه كي قيمة الغلوة نقصوا على النار هادية ومن بعد نوريكم يا سيدي كيفاش باش نزين هالروز يا عيني يا عيني بنا بنا وفيحة. ونرجع لكم نوريكم طريقة التارت هكا على السريع زيدة حشوة بنينة عملتها وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله.
نصيف ساعة والروز طاب وحضر. ديما كي تحبوا تخلطوا الروز خلطوه ديما بالفرشيطة مش بالمغرفة، داكوردو. ذوق الملح متاعك بتبيعة، ديما كي جي تمرق مش توا معناها تلقى الملح متاعك معتدل، وقتها أمورك مريقلة. ديما الملح في الأخر ماهوشي باهي، راهو مصة الماكلة. هكا هو حسيلو لهنا تو باش نفرغو، نحطو فك القلب متاعي اللي ديما نحط فيه عادي معناها، نحب نزين بالطريقة هذه. خديت الفاكهة زينتها هكا وإلا في صحفة كما تحبوا، معناها زينة بتبيع عليكم انتوما، دبروا ريوزكم وكا وبالك تعجبكم الطريقة هذه. في أي قلب متاع كيك تنجموا تزينوا الروز متاعكم، مش لازم معناها قلب ذاك. تعملوا ديما الفرشة اللولانية هي الفاكهة، وبعد تحط عليهم الروز تضغط عليها شوية، وبعد تحطها في صحين وتقدمها في أحلى حلة بالصحة إن شاء الله وبالفرحة. في الأثناء هنا كي حضرت الوصفة هذه حبيت نشارك معاكم كيف كيف ديما نعملها الحقيقة. جين تارت نجمو تعملوها حتى في العشاء في الفطور كيما تحبوا، مجرد فكرة معناها نعطيها لكم، خاصة المرأة اللي تخدم تحب كي تروح تلقى البات متاعها حاضرة تعملها، خاطر في الصباح خاطر ديما العجينة متاع التارت وإلا الباتي ديما يحبوا الراحة، خاطر ما فيهمش خميرة. البات اللي تبدأ تحب الراحة خليها من الصباح، تروح في العشية تك 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 تعمل هكا محليك وتجيك في تبقى كيك أمورك مريقلة وتعمل اي حشوه تحبها بالطبيعه. التن الدجاج اللي عندك في الفريجيدير مدو باي باي تكا، مدو سبلو اعمل معها عظيمه مسموطه ويا سلم سلم، يجيك فطيره ولا العشيه تعمل 66 كيف. الى الله صحه وفرحه ان شاء الله. هاي نقلبوا عمك الروز، هاي اقلبوها هكاك باهي مورو مريقله محليه. زين وك طريف الدجاج اللي طابو في الفور في الوسط، طريف معدنوس طريف قارس بتبيع على عوينه تاكل قبل. البنه موجوده؟ لا موجودة البنة بصح ان شاء الله كان جربتوها الطريقه، وان شاء الله جيتكم سهله مش صعيبه. بالنسبه اللي تحب تعمل روز هكا وما عندهاش دجاج تنجم تحط برودكنور، كان حبت معناها تزيد تنكه الروز نتاعها وكي ما تحب وتشتي. نعاود نقول مش لازم معناها فخوذه، تنجم تعملوا زر الدجاج تقصوه طريفات طريفات وتطيبوه وبالصحه والهناء وسلام سلم. هاي نمشي وتوا نحضروا مع بعضنا التارت. التارت اليوم السهله كيما قلت لكم، ديجا حضرت هالعجينه الحقيقه ما كنتش باش نصورها، قلت لوين نصور فيها من عملتها برشا مرات خليني اما حبيت نشارك معاكم وبرا هكايا طلعت لي في مخي، قلت هي برا بعد ما عملتها العجينه تنقلها لكم هكا بالكلام قديش بالجرام معناها. وجربوها سهله وخاصه فكره للعشاء وكل الروز وتارت يا عيني وبتي يتلم لك كطاولة مزيانة. لهنا عندي حشوة مشيت صمت لك يا سيدي كعيبة بطاطا والحم مفروم زادة كيف كيف طيبته مع رويس بسلة مفوح ملح فلفل أكحل شوية كركم، ويا سيدي حطيته في شقيلة وحطيت حكة كريم فريش وحطيت فرماج هذيك البنين برشا برشا. هنا تنجمو تزيدو زيتون كبار كيما تحبوا، عظيمة مسموطة أكيد موجودة في وسطه، ونزيدو طاو العظم المركوض يا سيدي بن سيدي ونعملوها كي خلطة الطاجينة معناها طارت على طاجين هكاكا باهي. لهنا في الأثناء نقول لكم البات. البات يا سيدي 300 غرام فرينة عليهم عظمة عليهم 100 غرام زبدة وشوية ملح، وتعجن بالماء الدافي تخلي عجينتك ترتاح ومن بعد استعملها داكوردو. بالنسبة للعجينة هي بيدها باش نعملها زادة باتي بحشوة أخرى فرماجيت أكاهو فيها صوص بيستو عملتها، وعملت زيد معها من غير الحملة دجاج لحد شيء يعني كلها فرماجات وحطيت كريم فريش وكيكا شيء يخطى كان عندك ريكوتا حط معناها كل واحدة وحشوتها به. هي دهنت الطبايق متاعي بالزبدة خليتك العجينة تك 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 حليتها بيديتي، الجنبات الكل فضلت لي قلت خلنا نعمل طبايق آخر في وسط وكباتي صغيرون دور دور معناها عادين، وتحط في وسطهم الحشوة وتطويهم وتطيبها. التارت هذه باش نطيبها على 180 درجة كيما باش نطيبو خبز الجاتو. بعد ما تكمل تطرحها مليح مليح يلزمها تكون رهيفة وتقصها، مش تقصها يا ربي تعملها بالفرشيطة وتحط الخليط متاعك تطيب به. نحب نعاود نذكركم بالوصفة الأخرى اللي هي الحشوة اللي عجبتني برشا وجات بنينة، خاصة كي تحط مع الفرماج مع الريكوتا عظم مسموط وتحط له هكا كان حبيته كان حبيت شوية تونة كبسل تحطوا معاها صوص بيستو ياسر ياسر بنينة. هكا هو خيط كاني كملت معاكم اي المهمه اني قاعده لهنا ننقف فيها بالفرشيطه وتو باش نطيبها. وما بعد شنو اخر بعد نوريكم الكادو عاد اللي جاني محليه محليه والله شخت عليه تو جو جو بالحق. يعرفوني نحب الريحه الفيوحه، جاني كادو على قد قلايبي الحمد لله.
كيما قلت لكم بنفس العجينه نتاع التارت عملت بها هكايا وكيما الباتي زينتهم بالجلجلين بعد بنتنتهم بالفص العظمه دخلتهم كيف كيف طيبتهم على 180 درجه وتبارك الله كسر هجوم علي على على الباتي بفضل كنا كل كعبتين لحقت نصورهم نسيت اللي ما صورتهمش كوبنين خاطر محليهم وخفيف هاي نوريكم الكادو هيا توت سويت جيت يا سيدي ما عند السومة السومة بعثت لي ريحة فيه وحال الدار يفوح إن شاء الله ريحتها أول حاجة شباب يخدم على روحه بكلك شو نقوله احنا بكل نشاط اي وثيقه في النفس انه خدمتهم تبدا مزيانه نقول برافو على خاطر بالحق توني اني تعرفوني سوندس اللي اني نقول لكم كان الصدق اول مره معناها نعمل ريحه في الدار واللي يدخل يقول لي من لي ريحه محليها ريحه دارك شنو هذا ريحه عجبتني برشا جابت لي للكرهبه وجابت لي للدار اول حاجه نبداو بك زويزي صغيروناتك اللي تحطوا في الكهرباء تنجموا تعلقوهم حتى في السال دو بام يعني مش لازم يعني تعلقهم في الكهرباء هذه حاجه ثاني حاجه جابت لي ريحه العود مع الفانيليا شنقول لكم ملي ريحه بالحق عجبتني ما تتصوروش قديش ريحتها فيه هكا هو هذيك باش نجم نوصل لكم عليه المعلومه جست انها معناها عندها روايح اخرى اكيد باش تشوفوا في الباج الانستغرام نتاعها والا في الباج الفيسبوك نتاعها عندها انواع اخرى على حسب تو ما جربت اني هذه الريحه روعه وفما هذه سيدي هافانا يا اختي على الهافانا بعد ما تكمل هكا تنظف الدار وتحطها شو نقول لكم خاصه الدوش والتواليت اي على الريحه ونفس الريحه هافانا ذيك مزيده اللي في الكهرباء من بعد باش نحطها باش نوريها لكم ميرسي بوكو بالحق ميرسي للشباب اللي يخدم على روحه بضمير احنا نقولوا ويعيشك يعيشك بخيتك الدار واللي تخلي يقول لي محليها ريحه دارك يفوح ان شاء الله ريحتك ونخلي لكم بربي تعملوا طلع عليها في الانستغرام والا الباج فيسبوك نتاعها وهني عملت لي كود برومو باسمي اني نجموا تاخذوا معناها 10% ان شاء الله يا ربي اللي يشري يدعيك دعي وتخير ان شاء الله ان شاء الله اي نسلم عليكم صحابي بوسه كبيره نحبكم برشا نقول لكم نهاركم مبروك ونهاركم مزيان ونهاركم بكا اسعد ليامي احلى ناس على قلبي في امان ربي وفي حفظه نتلاقاو اكيد في التعليقات تقولوا لي رايكم في الفيديو وشجعوني بالكلام الطيب نتاعكم يا احلى ناس اي سلم عليكم نقول لكم نهاركم مبروك ونهاركم مزيان بسلامه باي باي.